شكرا لجمهورنا العريض على دعمهم الدائم طوال كل هذه السنوات رغم كل الظروف الصعبه التي يمر بها نادينا الذي نحبه جميعا. شكرا للجنه المؤقته لممثلي الجامعه والعصبه الاحترافيه والسلطات المحليه على راسهم السيد الوالي الذين سهروا على نجاح هذا الجمع العام. شكرا لجميع مؤسساتنا وشريكنا الرئيسي والتاريخي وكل فاعلين اقتصاديين وجميع مكونات النادي على دعمهم وثقتهم في مستقبل نادينا. أنا هنا أمامكم من اليوم أول شخص مسؤول على الحكامة الرشيدة لنادينا، إعادة هيكلة ونجاح مشروعها الرياضي فيما يخص النتائج والتكوين، تنمية وسائل التشغيل لمويز أوبيراسيونال وبالخصوص الموارد البشرية والمالية، توفير الوصول السلس والمريح إلى الملعب بأمان تام لعامة الجماهير، توسيع قاعدة المنخرطين وفق معايير متاحة للجميع دون تمييز، جعل النادي شركة ناشئة ستارت اب مرقمة في مجال كرة القدم على المستويين الوطني والقاري، إطلاق تطبيق رقمي سريع وموثوق في أقرب وقت ممكن لتمكين الوصول للمعلومة والخدمات بطريقة بسيطة ودائمة، فتح المجال للمرأة في مؤسسات النادي وللأسر بشكل عام في محيط النادي، تمكين النادي من لعب دوره الاجتماعي على الصعيد المحلي. ومن المشاريع التي يجب أن ننفذها دون تأخير، أول شيء هو التدقيق في الشؤون المالية للنادي لتحديد الأسباب التي أدت إلى انفجار ميزانية النادي وديونه خلال فترة السنوات الماضية، والذي هو فوري أيضا وبناء مركز تكوين بمعايير دولية واحترافية. هذا المركز يشكل أحد العناصر الأساسية والهيكلية لإنجاح مشروعنا الرياضي عبر تحضير لاعبي المستقبل، وذلك بتنسيق وتشاور تام مع كل الشركاء. أخيرا أود أن أشكر رفقائي في اللائحة لثقتهم في أفكاري والمشروع الذي أريد تنفيذه لتطوير نادينا. سننشئ مكتب مديري متجانس حيث سيكون لدى الجميع الإمكانية والمسؤولية لخدمة النادي بأفضل طريقة ممكنة. الأبواب مفتوحة لجميع المنخرطين ولجميع أصحاب النوايا الحسنة الذين بإمكانهم العمل وتوفير الإضافة لمساعدتنا في نجاح مهمتنا. الآن بعد أن انتهت الانتخابات غنركز إن شاء الله على إنقاذ الفريق الأول من الأزمة الرياضية اللي تواجد فيها، وتنشكر الجميع ويكون ان شاء الله يكون عندنا موعد في اقرب وقت لتوضيح المشروع ديالنا الرياضي والمشروع ديالنا للنادي. وشكرا للجميع. اليوم ان شاء الله خصنا نتكاتفوا كلنا صحفي جمهور صحفيين غيورين على الحسنيه، لان الشارع كيهمو بزاف الفريق الاول ان شاء الله. الرئيس الحالي ديال الجمعيه هو الرئيس ديال الشركه، اذا ان شاء الله من دابا نخرجوا معكم ان شاء الله لتدبير هذا الامر هذا ان شاء الله. الرئيس واعي بهذه المساله هذه. اول 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 تحدي هو اللقاء ان شاء الله ديال اتحاد طنجه ان شاء الله، اللي نتمنوا تساعدنا الظروف فيه ان شاء الله اللي يربح ثلاثه نقاط بمثابه سته نقاط، لان دخلنا لواحد المنعرج ما كناش كنتمنوا ندخلوا ليه، وانتم كتعرفوا الحيثيات في الاخير. بغيت نقول لكم بان نكونوا على يقين بان ما جابتناش لا اطمع لا كراسي ولا هم يحزنون، جينا باش نشتغلوا، والميدان هو اللي غيبين النوايا ديال اي احد. غير اللي بغيت نقول واحد المساله مهمه الله يخليكم نختم بها، وين يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. شكرا. سي رشيد عافاك، غير المهام باش نكتب المدير بنا عفوا، غير شكون الكاتب العام، شكون امين المال الطرف عمر كاين ممكن. لا ما كاين مشكل، اليوم حنا انتخبنا وكيل لائحه، حنا غادي نجلسوا عما قريب ان شاء الله يدوز اللقاء. اول عندنا المهم دابا هو اللقاء ديال طنجه، من بعد ان شاء الله راه غادي توصلوا بالمهام ديال كل واحد. شكرا. اللقاء ديال طنجه شنو هي اهم النقاط اللي غتشتغلوا عليها من اجل انقاذ طبعا الانقاذ راه قلتيها الان، المهمه الاولى هو انقاذ الفريق. ايوا انا ما كنشتغلش بوحدي، حنا ان شاء الله دايرين واحد الاستراتيجي، دايرين واحد خطه عمل ان شاء الله لتدبير هاد 13 لقاء ان شاء الله لبقاء الحسنيه داخل.
باسير باكيتا غادي خصك تسول لرئيس الشركه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.